سميتو استاذ فلان يا سميتو ماشي كنيتو سميتو سي فلان سي حسن سي محمد استاذ كذا الى اخره هادو اسماء ضروريين كذلك تفهم وجهه نظر الشخص الاخر دائما حاول تفهمها فما دائما الطريقه الايجابيه وعرف انك لا تتفهم كلام ايجابي ما في لا قسم اخر ولا شي تاويلات ولا مواضيع ودائما تعطي واحد الطاقه ايجابيه هذا بالنسبه للعاصفه ديال التواصل كاين ثلاثه كاين الكلمات كاين النبره الصوتيه كاين تغيير الجسم اكبر نسبه شنو كياخذ الشيء اللي كياخذ في التواصل ديالنا تغييرات الجسم الكلمات كيكون 70% في التواصل ديالنا حيت انا كنهضر بكلمه ولكن كيبدا يتحرك الشعر النبره الصوتيه كتاخذ 38% الصوت ديالي يتطلب انتباه الاخر تغييرات الجسم هي 55% علاش لان التغيير كيعبر بالجسد ديالي نقدر احيانا ما نتكلمش ولكن غير التغيير الحركات تقدر توصل لي واحد الرساله تكون قويه بزاف رجع الدائره ماشي مشكل ديك الدائره الثلاثيه على حساب التقسيم النسب المئويه الا عكسناها غادي كاين واحد المقوله او الثانيه في ديك بالنسبه للكلمات كتكون هي نسبه الفئه الحكيمه لان كيقول لك هنا كنستحضر حسن الثاني الله يرحمه يعني انه كان ملي كيت لانه يضرب به المثل الحكمه وقوتنا يعني راه ملي كيهضر راه ما كيستعملش الاشارات ولا الايات ولا الايماءات راه كيتكلم وهو كله ثقه بنفسه بالنسبه للنبره الصوتيه يعني راه مميز الصوت ديالو كان يعني كان حاله كان صح كان صح هنا اختم هذا الشق هذا يقول اريد اقتلع عيني واضعهما مكان عيني واقتلع عيني واضعهما مكان عينيك لتراني بعيني واراك بعينيك وبذلك يحصل التفاهم والتواصل جميل صافي واقف خليها ماشي لان هناك استاذ حتى في الشباب حنا واحد ما كنشوفو غير هنا معنا في الجامع تقريبا راه واخا كلنا مغاربه ولكن راه كل واحد جاي بواحد الثقافه التعادل نتاع العبارات تختلف من شخص لاخر انا بداتي في البدايه فاش جيت هنا العرايش ما كنتش مريم لقيت واحد الصعوبه في التواصل